أحمد طبعا تحت هذا الهاشتاج اللي هو أجنبيات يخطفنا طفلة لمدة 3 سنوات، غرد مجموعة من المغردين بعدة تغريدات. كانت الأولى هي لحساب حساب علي القرني، يقول: كيف هو حال الأم والأب طول تلك السنين؟ كيف تمر عليهم الساعات والأيام والشهور والسنين؟ يعني أطفالنا إذا ضاع الواحد داخل البيت نقلب البيت فوق تحت، فما بالك بمن اختطف طفله 3 سنوات. الله يحرق قلب من أحرق قلب أمها وأبوها وانتصر لهم. كذلك جاء في نفس الوسم: جالس أفكر الحربي مغردا قائل: الجالس أفكر في وضع أهلها طول هذه المدة عذاب حقيقي، لا ميت فينسى ولا غائب ومعروف مكانه فيرجى، لمثل هذا يموت القلب كمدا. الحمد لله. بالفعل هذه تغريدة الحربي. أيضا جاءت تغريدة الدكتورة أمل تقول في تغريدتها: أتوقع أن الطفلة كانت تستغل في أعمال التسول، وأتمنى أن يكون الأمر متوقف عند هذا الحد. الحمد لله لم يقوموا ببتر أحد أعضائها لاستدرار العطف بها أمام الناس. إذن كانت هذه أبرز التغريدات التي جاءت في هذا الوسم اللي تفاعل مع مجموعة كبيرة من المغردين في موقع التواصل تويتر. إذن من هذا الخبر إلى خبر جديد في أخباركم.